منك حياة، ندعي لك سجدة صلاة ونجاهر. ومن حيث انتهى التقرير الماضي والحديث عن المبادرات، فإن المجتمعات تقوم أيضا على المبادرات، والأوطان هكذا يعني لابد من وجود المبادرات في مختلف المجالات وتنمية مختلف القطاعات. حديثنا هذه المرة عن مبادرة للتدريب المقرون بالتعليم، طبعا لتلبية متطلبات سوق العمل، تنظمها شركة تنمية نفط عمان ضمن طبعا المبادرة الوطنية. وضيفنا هو الأستاذ حمد بن سيف الحضرمي، والأستاذ حمد طبعا هو مدير التدريب والتطوير الخارجي بشركة تنمية نفط عمان. أستاذ حمد حياك الله معنا. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا بك طبعا، ونحن نحتفي بالعيد الوطني 50 المجيد. أكيد هناك جهود ومبادرات كثيرة، فتحية لكل هؤلاء المبادرين، وتحية أيضا لكم على هذه المبادرة لتدريب شباب الوطن وشباب عمان طبعا أن يكونوا مؤهلين للانخراط في سوق العمل. نعم، أولا كل عام وأنتم بخير، وكل عام وقال السلطان المعظم والشعب العماني بصحة وعافية. مبادرة التعليم أو التدريب المقرون بالتعليم، طبعا المعروف عنه التدريب المقرون بالتدريب، فهذا طبعا التدريب المقرون بالتعليم. هذه مختلفة نوعا. مختلفة نعم نوعا ما، وإنما هي طبعا ليش مقرونة بالتعليم؟ لأن طبعا الطالب يخرج من سلم أو من كرسي الدراسة إلى سوق العمل قبل انتهاء الدراسة، قبل السنة الأخيرة، ثم يرجع مرة ثانية لتكمل دراسته، ثم طبعا يلتحق بسوق العمل. طبعا الفكرة جاءت عن طريق طبعا منتدى عمان للطاقة الذي عقد في عام 2017. طبعا وجدت هناك فجوة بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية، فالمبادرة طبعا أخذت بأعتقد طبعا شركة تنمية عمان في تنفيذها، وإدارة الشركة أخذتها بمحض الجد وكونت فريق لدراسة الفكرة وكيفية تنفيذها، فعرضناها للشركة، فالشركة مشكورة بإدارتها طبعا اعتمدتها، ثم عرضنا الفكرة لوزارة النفط والغاز، ثم عرضنا الفكرة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقاموا مشكورين طبعا من بركة المبادرة واعتمادها. نعم. طبعا مبادرة جديدة في السلطنة حاليا طبعا، أو قبل هذه المبادرة لا يوجد تدريب طبعا طويل المدى في عمان، فإنما عندنا طبعا يعتمد على التدريب القصير. وطبعا ونحن أستاذ حمد تعودنا على برامج تدريبية فيما يتعلق بطلاب مؤسسات التعليم العالي تكون في فترة مثلا الإجازة الصيفية في ضمن مساق محدد من شهر أو شهرين، لكن يبدو أن هذه المبادرة مختلفة. بالضبط بالضبط، فقط بين 4 أسابيع إلى 8 أسابيع كما أسلفت. وطبعا هي مجرد يعني في شركات تجيد التعامل مع الطلاب ولها برامج جيدة، وفي شركات طبعا أخرى مجرد تمرين أو كما يقال حط علامة صح. وطبعا ما يفي بالغرض، وهو طبعا المواءمة بين سوق العمل وبين المؤسسات الأكاديمية. طيب، فحنا ارتئينا طبعا لما استحدثنا هذا البرنامج، ارتئينا أن نكون طبعا مميزين نظرنا طبعا للتجربات العالمية. فطبعا هذا طبعا تدريب المقرون بالتعليم ليس بجديد طبعا في عمان فقط، وانما معظم الدول العالم مطبق عندهم، بس احنا بغينا طبعا ننفذه بطريقه علميه ومختلفه، فقمنا بهيكله التدريب بطريقه علميه، بحيث انه استحدثنا اطار متكامل، وان شاء الله بيكون اطار وطني يخدم كافه طبعا القطاعات المختلفه. بعد ذلك طبعا نفس الشيء عملنا مع وزارة التعليم العالي، وطبعا تحت مظلتها منصة إيجاد، في طبعا استحداث منصة إلكترونية، بحيث أن الطالب عندما طبعا ينخرط في هذا البرنامج ويلتحق بأي شركة في أي تخصص معين بياناته تكون محفوظة في المنصة، ونفس الشيء يسهل متابعتها بين طبعا الطالب المؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الصناعية. نعم. طيب احنا استاذ حمد باين في البداية نتعرف على هذا البرنامج، أليته كيف، الفئة المستهدفة، مدة التدريب، وكيف يتم اختيار هؤلاء الطلبة. طبعا هي البرنامج شراكة بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي. الفئة المستهدفة من البرنامج هم الطلاب
قبل السنة قبل الأخيرة. نعم. أي قبل ما طبعا يتخرج الطالب. ممتاز. الهدف من البرنامج طبعا هناك الآن فجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. عندما يتخرج الطالب من طبعا المؤسسات الأكاديمية ويلتحق بسوق العمل ينصدم، لأن أحيانا الآن طبعا من يحدد الوظيفة المستقبلية ليس الطالب نفسه وليس المؤسسة الأكاديمية، وإنما طبعا يحدد سوق العمل. فالتخصصات ووظائف مستقبلية أو الوظائف المطلوبة من سوق العمل طبعا ما مباشرة، فتحدد عن طريق سوق العمل. هذه السنة طبعا تكون سنة استباقية. نعم. قبل إذن البرنامج مدته سنة. يعني سنة كريمة. يعني بدل أن تكون سنة دراسية عند الطالب يقضيها في هذا التدريب. بالضبط. لكن هنا وكأنه سيتأخر عام أيضا. أكيد، لكن ما رايح يخسر أي شيء. طبعا يتأخر عام، لكن هذه السنة طبعا تضيف له شيئين. الشيء الأول طبعا المستقبل بيد الطالب عندما يجد ويجتهد. ربما تكون وظيفته مضمونة بعد التخرج، فكسب طبعا وظيفة. الشيء الآخر طبعا عنده في سيرته الذاتية بتكون عنده سنة تدريبية كاملة، يعني خبرة سنة تدريبية كاملة. الشيء الآخر الهدف من البرنامج وراح يخدم طبعا المؤسسة الصناعية وراح يخدم المؤسسة الأكاديمية. أول شيء الربط بسوق العمل، بحيث أنه بالإمكان المؤسسات الصناعية التخطيط لخمس سنوات أخرى أو خمس سنوات قادمة، ما هي الوظائف المستقبلية المحتاجة من المؤسسات الأكاديمية. فالطالب يخرج من طبعا المؤسسات الأكاديمية ويلتحق بالمؤسسات الصناعية، فهو عارف إيش هو الموجود من وظائف مستقبلية. وراح نفس الشيء طبعا إذا هو متخصص مثلا على سبيل المثال هندسة ميكانيكية، ما هي الوظائف الموجودة في سوق العمل طبعا. طيب. اللي تحتاج الهندسة الميكانيكية. طيب ما هي التخصصات المطلوبة وكم عدد اللي يستوعبهم هذا البرنامج؟ في هذه السنة بدأنا طبعا بشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، هن خمس جامعات: جامعة سلطان قابوس، الجامعة الألمانية، جامعة مسقط، والجامعة الوطنية، وطبعا الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. نعم. طبعا هذه السنة بدأنا احنا كتجربة، وكان مستهدفين بين 200 و250 طالب. عدد الحمد لله حصلنا على 223 طالب في هذه السنة، فطبعا حققنا الهدف. فقط بدأنا هذه السنة بالهندسة في تخصص الهندسة. العام القادم راح نوسع الحلقة، نضم طبعا تخصص العلوم، ونفس الشيء نضم الخمس جامعات أخرى، وهي طبعا جامعة صحار إن شاء الله، والبريمي، الشرقية، ظفار، نزوة. فراح نفس الشيء نبدأ بالتخصص الهندسة معهم. وبعد ذلك طبعا عندنا خطة خمسية، بحيث أنه طبعا ننجز أو ندخل طبعا تدخل الجامعات الأخرى والكليات. وهو برنامج اختياري بالنسبة للطلبة. بالضبط، لأن الآن طبعا ما ممكن، عندنا تقريبا من التعليم العالي أكثر من 20,000 طالب أو 20,000 خريج. فليس بالسهولة طبعا بمكان أنك طبعا تجد لهم شواغر في المؤسسات، لكن إن شاء الله بتضافر الجهود والتعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة العمل، والمؤسسات الصناعية، إن شاء الله نحاول نوسع طبعا الجهود وتتكاثف الجهود، بحيث أنه نجد شواغر أكثر، وطبعا نغطي طلاب. نعم. انتهيتوا من الدورة الأولى من البرنامج أستاذ حمد؟ بدأنا في شهر نوفمبر المجيد، وهذا طبعا مناسبة سعيدة جدا ب 223 طالب، وغدا إن شاء الله تعالى معالي وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ستدشن البرنامج إن شاء الله تعالى. يعني هذه هي الدفعة الأولى. الدفعة الأولى. نعم. بديتوا من بداية نوفمبر 2020. بالضبط. ومستمرين إن شاء الله إلى صيف 2021 إن شاء الله. والدفعة الثانية إن شاء الله ستبدأ في سبتمبر 2021 إن شاء الله تعالى. نعم. كيف شفت التفاعل الطلاب للحصول على هذه الفرص التدريبية في هذه المؤسسات، وأيضا مبادرة المؤسسات في أن تكون شريكة أيضا معكم في هذه المبادرة؟ قبل ما نبدأ من طبعا عملنا كما عملنا طبعا مشاورات مع المؤسسات العلمية ومع طبعا المؤسسات الصناعية، فكان ترحيب كبير جدا من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، والطلاب نفسهم يعني كانوا طبعا شغوفين انهم ينضمون للبرنامج. نعم. ففي تفاعل يعني من قبل الطلبة نفسهم. وهذا يدفع ربما إلى توسيع قاعدة التدريب، يعني هل من الممكن أن تكون يعني الأعداد المستهدفة أكبر من ذلك خلال الأعوام المقبلة؟
نأمل إن شاء الله في المستقبل عندما طبعا يكتمل البرنامج وتنضم كل المؤسسات التعليمية نأمل بحدود طبعا بحدود 2040، وهذا طبعا ضمن رؤية 2040 أن نغطي فوق 85%، ونأمل ذلك وإن شاء الله نحقق الهدف. 85% من الطلبة الموجودين في المؤسسات التعليم العالية. بالضبط. شكرا جزيلا لك أستاذ حمد بن سيف الحضرمي، مدير التدريب والتطوير الخارجي بشركة تنمية نفط عمان، على هذا الحديث عن مبادرة التدريب المقوم بالتعليم لتلبية متطلبات سوق العمل. شكرا جزيلا. أشكرك لك خالد. أشكرك. إذا نتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء في برنامج العيد الوطني 50 المجيد، ونحن نتحدث عن هذه طبعا المبادرات وهذه الإنجازات، ونتحدث عن مجالات عدة في نهضتنا المتجددة. سنذهب إلى فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.